أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشهد نت: مسلحون يحرقون مطبعة صحيفة أخبار اليوم في عدن. من جولتنا في الصحافة الفرنسية: موقع إذاعة فرنسا يقول إذا لم تساعد الأمم المتحدة اليمنيين فالبلد مهدد بالانهيار أكثر من قبل. من البي بي سي: صهر ترامب ممنوع من الاطلاع على تقرير المخابرات السرية. وأخيرا من البيان: طالب في أفريقيا يبتكر تطبيقا يساعد الفقراء على التواصل من دون إنترنت. أهلا بكم. درج برنامجنا على قراءة أبرز ما تتناوله الصحف قليلة العدد في اليمن، وكان يفترض اليوم أن نطالع أبرز العناوين التي تتصدر صحيفة أخبار اليوم الصادرة في عدن، لكن ذلك لم يعد ممكنا، فلم تصدر الصحيفة اليوم وقد لا تصدر مجددا بعد أن تم إحراق مطبعتها فجر يومنا هذا. وإحراق المطابع كما إغراق الكتب هي سمة من سمات عهود الظلام، وقد تابعت العديد من المواقع خبر الإحراق والهجوم المسلح وعنوان المشهد نت: أطقم مسلحة تهاجم مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم في عدن وتحرقها بالكامل. قال الموقع: أحرق مسلحون في مدينة عدن جنوب اليمن فجر الخميس مؤسسة الشموع للطباعة والنشر ومقر صحيفة أخبار اليوم التي تصدر من المدينة. وقال رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري أن أطقما مسلحة أقدمت على إحراق المؤسسة التي تصدر صحيفة أخبار اليوم بالكامل، وأضاف أن المسلحين أشعلوا النيران في مختلف أجزاء المؤسسة الواقعة في المدينة الخضراء، كما قاموا بإحراق الطابعات والأجهزة بالكامل قبل أن يغادروا المكان على متن أطقمهم العسكرية. وأوضح الحاضري أن إصابات لحقت بالعاملين في المؤسسة. وفي ذات المدينة التي تشهد انتهاكات للإعلام وملاحقات للصحفيين، يعنون موقع المصدر أونلاين: مسلحون يهاجمون بقذيفة متفجرة برجا هوائيا لإذاعة محلية في عدن. قال مصدر محلي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد أن مسلحين مجهولين قصفوا بقذيفة متفجرة برجا هوائيا لإحدى الإذاعات المحلية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد. وذكر المصدر للموقع أن دوي انفجار عنيف سمع في حي إنماء السكني فجر الأربعاء إثر قصف المسلحين البرج الهوائي بقذيفة RPG، وتسبب الانفجار في حالة ذعر بين سكان الحي. ووفق المصدر فإن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا وأدى إلى تدمير البرج وأضرار مادية في إذاعة بندر عدن التي أسسها شبان محليون في المدينة، ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الحادث أو الجهة التي تقف خلفه. خطاب المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ أمام مجلس الأمن في اجتماعه الأخير لخص بأصدق العبارات طبيعة القوى الانقلابية التي لا تعطي لعملية السلام أي اعتبار سوى أنها تتمسك بانقلابها وتناور بالمفاوضات لتعزيز مكاسبها. هذه شهادة للتاريخ ينهي بها مهمته الشاقة التي أفشلها الانقلابيون ليتحملوا وحدهم مسؤولية المأساة التي أغرقوا فيها البلاد. هكذا بدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في الجزئية المتعلقة باستخدام روسيا لحق الفيتو ضد قرار أممي يدين تهريب إيران الأسلحة لميليشيا الحوثي. وقال ياسين: ما يثير الدهشة هو أن تقبل دولة عظمى كروسيا الاتحادية بأن تتورط في الدفاع عن مشروع كهذا يتناقض موضوعيا مع البنية السياسية والقومية والعرقية والثقافية المتماسكة لهذا الاتحاد، والذي صمد أمام عواصف ضخمة لم تستطع ابتلاعه بسبب المناعة التي اكتسبها من الصيغة الوطنية والمدنية التي تشكل منها. ما مصلحة روسيا إذن في الدفاع عن نظام قرر أن يؤذي جيرانه بمشروعه الاستعلائي الشوفويني وأدواته الطائفية؟ في الحسابات الاستراتيجية لا يمتد التأييد إلى ما لا نهاية وبدون ضوابط، لابد أن يتوقف عند النقطة التي
تبدأ فيها الأسس المكونة للدولة بإرسال إشارات قوية لسياساتها الخارجية بأنها قد تجاوزت هذه الأسس. البلدان الكبرى التي قدر لها أن تقرر مصائر العالم لا يجب أن تغفل مسؤوليتها تجاه الشعوب الأخرى حينما يتعين عليها أن تأخذ قراراً بهذا المستوى، لأنه لا يجوز أن تجعل من مصلحتها المجردة وسيلة للتأثير على عمل المؤسسات الدولية. فحق الفيتو يلزم هذه الدول باستخدامه لمصلحة الشعوب ولصالح الحفاظ على أمن العالم ومكافحة الاختلالات الناشئة عن الأنظمة الفوضوية المصدرة لمشاكلها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مختلف بلدان ومناطق العالم. هذا ما يجب أن نذكر الدول الكبرى به، ومنها روسيا الصديقة التي لا يجب عليها أن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه استقرار اليمن والمنطقة عموماً. أما ما يجب أن نذكر به أنفسنا دائماً هو أننا لن نستطيع أن نهزم هذا المشروع التفكيكي إلا بموقف صادق وجاد من بناء الدولة الوطنية التي ترعى وتحترم حقوق الجميع. فوضى عدن ترغم السعودية على تأجيل ضخ الوديعة في المركزي اليمني، هذا ما توصل إليه معهد دول الخليج العربي في واشنطن. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فقد أكد المعهد أن السعودية أجلت ضخ مبلغ قيمته مليارات دولار إلى البنك المركزي اليمني التي تم الإعلان عنها في يناير كوديعة بسبب استمرار الانقسام داخل الفصائل المتصارعة في عدن. وقال بيتر سالي سبري الباحث البارز في المعهد في دراسة متصلة بالموضوع أن الأزمة الإنسانية اليمنية اليوم هي الأزمة الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين فيها، وتأتي نتيجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد في الاقتصاد اليمني والحرب الأهلية وتسييس الاقتصاد خلال النزاع الذي دام 3 سنوات. وخلصت الدراسة التي قدمها إلى أنه لا يمكن حل الأزمة عبر تقديم المساعدة الإنسانية فحسب، إذ أن كل تحسن في البيئة الإنسانية سيتطلب تدخلا في اقتصاد اليمن الكلي ولا سيما في نظامه المصرفي. وترى الدراسة أن القدرات البشرية المطلوبة لإدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية تنقسم بين مؤسسات متنافسة تسيطر عليها السلطات القائمة بحكم الواقع في صنعاء وحكومة الرئيس هادي التي يقبع مقرها بين الرياض وعدن. ووفقا للموقع المحلي تكمن الشرعية الدولية مع حكومة هادي، في حين تكمن الخبرة والقدرة التكنوقراطية بشكل كبير في المؤسسات القائمة في صنعاء. وإذا لا يمكن دمجهما معا، هناك خطر حقيقي من الانهيار النظامي. وأوصت الدراسة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة الدوليين في اليمن التحرك بسرعة من أجل تنظيم تدخل فعال في الاقتصاد الكلي. موقع المشاهد نت تابع وفاة واحد من أهم رموز ومؤسسي الفن التشكيلي اليمني، وعنوان الموقع: وفاة رائد من رواد الفن التشكيلي اليمني. قال الموقع: توفي الفنان التشكيلي فؤاد الفتيح بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، ويعد الفتيح من رواد الفن التشكيلي في اليمن. وقال الموقع أن الفتيح أول من أسس صالة للفن التشكيلي في صنعاء وغيرها من المشاريع التي كان له فيها بصمته، وكان مديرا عاما للفنون التشكيلية في وزارة الثقافة. يضيف المشاهد نت: ينتمي الفنان الفتيح إلى جيل المؤسسين في التشكيل اليمني، ويعد من أبرز أعلامه الرواد. درس وتخرج في ألمانيا وعاد إلى اليمن في الثمانينيات، وبدأ تجربة تعتبر فريدة في علاقتها بالثقافة اليمنية، علاوة على إسهامه من خلال عدد من المشاريع في خدمة التشكيل اليمني وتكريس حضوره. سواء كانت تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين المتواترة ضد حاضر العرب ومستقبلهم موجهة للاستهلاك المحلي وموظفة في خدمة استمرار الهياج القومي الديني المركب إلى ما شاء الله، أم كانت تلك المواقف المتغطرسة تصدر برسم العالم العربي وتخاطب الجوار بروح الاستعلاء والكراهية،
تستفزه وتستهين بقدرته على رد التحدي بمثله. هكذا بدأ الأردني عيسى الشعيبي مقاله في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. تظل هذه الأقوال المنفلتة من عقالها أقرب ما تكون إلى عملية شراء غير مدفوعة الثمن لعداء ملايين العرب، بمن فيهم الذين يجادلون عن حق بضرورة عدم استعداء إيران وتجنب خلق عدو جديد لهذه الأمة المنكوبة بعدو إسرائيلي لا يكف عن ترجمة عدائه للجميع من دون هوادة. جديد هذه التصريحات الطائشة ما ورد على لسان مسؤول إيراني اسمه رحيم بور أزغدي يتمتع بعضوية المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قال فيها إن 6 دول كانت تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة باتت الآن تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو ما حمل الرجل غير المفوه على الدعوة إلى إعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة، التي سبق لمسؤول إيراني آخر أن حدد بغداد في وقت متأخر عاصمة لهذه الإمبراطورية ذات الأمجاد الغابرة، على خلفية استشراء نفوذ الجمهورية الإسلامية في بلاد الرافدين وهيمنتها على مفاصل الدولة المفككة إثر الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003. في غمرة النشوة الإيرانية باستيلاء جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية قبل نحو 3 سنوات، تبجح أحد كبار المسؤولين في طهران قائلاً إن بلاده أصبحت تسيطر على 4 عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وإن الحبل على الجرار، وإن الإيرانيين هم الآن سادة البر والبحر، في إشارة واضحة إلى النوايا التوسعية لنظام الولي الفقيه الذي قرع بزعمه هذا جرس الإنذار في عواصم المشرق العربي، وأثار الهواجس والمخاوف لدى الكافة من ازدياد تغول آيات الله على هذه المنطقة المستباحة من الماء إلى الماء، لا سيما إذا ما تواصل ترهل النظام العربي وتعاظمت سطوة الميليشيات التي تديرها طهران. منذ شهرين ينتظر تجار سيارات في عدن وصول تجارتهم التي لم يسمح لها بمغادرة موانئ جدة السعودية إلى عدن. قال موقع عدن الغد إن نقابة تجار السيارات المستخدمة طالبت الحكومة الشرعية بحل مشكلة الحاويات التي مضى عليها فترة طويلة في موانئ جدة وجبل علي ولم يتم السماح بشحنها إلى ميناء عدن. وفي رسالة وجهتها النقابة لرئيس الوزراء أوضحت أن شركات الخطوط الملاحية أفادت أن التأخير حاصل من مكتب وزارة النقل الموجود في الرياض، مضيفة أن عدم تسهيل إجراءات الموافقة على شحن الحاويات إلى عدن يزيد من أعباء التجار والمستوردين بسبب الرسوم المفروضة. وطالبت النقابة إلزام المكتب بتسهيل وتسريع الإجراءات وعدم عرقلة حركة التجار وإيقاف نشاط الملاحة، لأن ذلك يسيء إلى ميناء عدن ويعرضنا للخسارة الفادحة من غرامات وأعباء قد تؤدي بالبعض إلى الإفلاس. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية وتحديدا من موقع راديو فرنسا الدولي، والذي عنوان المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن في مواجهة وضع كارثي. يقول الموقع في ترجمة خاصة بقناة بلقيس نقلا عن الأمم المتحدة أن البلاد لديها حاليا 22 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 8 ملايين يمرون بأزمة غذائية طارئة ما لم سيواجه البلد انحدارا جديدا نحو الجحيم. يضيف الموقع: يشهد اليمن صراعا بين المتمردين الحوثيين ومؤيدي الرئيس هادي منذ عام 2015، وفي خضم ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، سيصل مبعوثها الخاص الجديد مارتن غريفيث. وبعد سرد تفاصيل الكارثة يقول الموقع:
في هذه الأجواء سيتوجب على المبعوث الخاص للأمم المتحدة الوصول إلى اليمن. سيحاول مارتن جريفيث إحياء العملية السياسية من حالة الركود التي تشهدها، وسيسعى مارتن جريفيث البريطاني إلى إحياء عملية سياسية متوقفة. وتحدث سلفه ولد الشيخ للمرة الأخيرة أمام مجلس الأمن مشككا بشأن فرص النجاح، وقال: أشك في رغبة صانعي القرار اليمنيين في تحقيق السلام، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري مستمر منذ نوفمبر الماضي. أعلنت سلطات الحوثيين التي تحكم قبضتها على العاصمة صنعاء ومحافظات في شمال وغرب اليمن، كما تقول العرب الجديد، منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1500 ريال والتي طبعها البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقرا لها. وأضافت العرب الجديد في تقرير أعده لها فاروق الكمالي أن حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين حذرت كافة الجهات التابعة لها من التعامل مع المطبوعات النقدية التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا. وقالت إن القرار يأتي ضمن إجراءات لحماية العملة المحلية، وبررت بأن النقود الجديدة تسببت في تضخم العملة وتدهور الاقتصاد الوطني. وكان البنك المركزي اليمني بعدن وفي العاشر من فبراير أعلن عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وبدأ بطرحها للتداول يوم 25 من الشهر ذاته، فيما تستمر العملة المحلية في التهاوي إذ بلغ سعر الدولار نحو 486 ريالا في السوق السوداء منذ مطلع الأسبوع الجاري. فراديس مفقودة، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا في أجزاء منه: كان عرب ما قبل حروب الطوائف والارتهانات الأديولوجية لديهم من القدرة على التجاوز الذاتي والشخصي لصالح الوطني والعام ما يحصنهم ضد الشماتة والثأرية. وما كتبوه شعرا ونثرا عن الجزائر في حرب استقلالها وعن فلسطين قبل أن يعيدها أوسلو إلى مساحتها الجغرافية، لم يكتب واحدا بالألف منه عن عشرات الملايين من المشردين العرب في كل القارات، وعن عواصم تحولت إلى أطلال ودول تبعثرت أحشاء مؤسساتها ومتاحفها ومعابدها على الأرصفة. كان العربي شديد الحساسية والانفعال إزاء أي حدث في أي بقعة من التضاريس التاريخية الممتدة بين محيط وخليج وبين الوريد والوريد. فما الذي جرى بعد ذلك عندما أصبحت نشرات الأخبار على كل الشاشات ترشح دماً والقتلى بالمئات؟ فما الذي حجب كل الاستغاثات سواء أطلقت من رجال ونساء أو من أطفال رضع؟ هل هو الصمم القومي الذي بدأ من خلال إصابات متفرقة ثم حولته العدوى إلى وباء؟ أم أن الموت أصبح مجانياً ودخل إلى قائمة المألوف اليومي؟ إنها مجرد أسئلة تفرض نفسها علينا ونحن نتصفح كتباً ومجلات وصحفاً صدرت في زمن أصبح فردوساً مفقوداً. في أكثر الأخبار تداولاً، ما جاء في موقع شبكة البي بي سي والتي عنونت صهر ترامب يحرم من الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية. قالت البي بي سي: حرم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاطلاع على معلومات استخباراتية وأمنية دورية تقدم إلى الرئيس في البيت الأبيض. وكان كوشنر المتزوج من إيفانكا ترامب يحضر الإحاطة اليومية للرئيس، وهو تقرير سري للاستخبارات الأمريكية. لكن قرار البيت الأبيض بتخفيض مستوى اطلاع مستشار الرئيس على المعلومات كان مؤقتا لعدم الانتهاء من التحريات بشأن خلفياته. تتابع البي بي سي: لن يتمكن كوشنر ومساعدون آخرون لترامب ممن لم يحصلوا على تصريح دائم حتى الآن من حضور الإفادات الرفيعة المستوى. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اتصالات كوشنر مع مسؤولين عدة في حكومة أجنبية معينة أثارت المخاوف داخل البيت الأبيض، وأضافت أن مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والصين وإسرائيل والمكسيك ناقشوا سرا كيفية استغلال كوشنر وترتيباته التجارية.
صحيفة البيان قالت بأنه بات بإمكان كثيرين حول العالم ممن ترهقهم تكلفة الاتصال بالإنترنت إجراء مكالمات عن طريق تطبيق واتساب دون الاحتياج إلى إنترنت، وذلك بفضل اكتشاف لطالب رواندي في 26 من عمره. فديودات موجينزي الذي يتابع دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات برواندا تمكن من اختراع نموذج سيمكن مستعملي واتساب من إجراء مكالمة محلية ودولية دون اتصال بالإنترنت. وصرح موجينزي للبوابة الإعلامية المحلية نيوز تايمز بأن تكلفة الإنترنت المرتفعة في غالبية الدول الأفريقية حفزته على السير في هذا الاتجاه، وفكرته هذه استوحاها من كتب عن الحواسيب المحمولة وكتب الفيزياء مدفوعا بإرادة التغيير. وحسب موقع سين نيوز فإن صاحب الاختراع في مفاوضاته مع السفارة الأمريكية لأجل مساعدته على تجسيد فكرته تجاريا. ذكرت تقارير أوردتها صحيفة القدس العربي أن شرطيا إيطاليا أطلق النار على زوجته مما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة، كما قام باحتجاز ابنتيه كرهينتين. وأفادت قناة راي التلفزيونية بأن رجل الشرطة الذي يعمل في قوات الدرك الوطني الإيطالية أطلق النار على زوجته بسلاحه حيث فاجأها في مرآب أسفل منزلها في منطقة شيترينيا دي لاتينيا على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق روما. وقام الشرطي بعد ذلك بحبس نفسه داخل الشقة مع ابنتيه الأولى 14 عاما والثانية 8 أعوام، وقد طوقت قوات الدرك الوطني الموقع وتحاول إقناع الشرطي بتسليم نفسه. وقالت قناة راي أنه تم نقل السيدة التي كانت تقوم بالإجراءات القانونية للانفصال عن زوجها لمستشفى في روما على متن مروحية، حيث صنفت حالتها على أنها خطيرة لإصابتها في الصدر والوجه. السلاح المنفلت ومخاطره في المنطقة، تحت هذا العنوان كتب عثمان ميرغني مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء منه. تعاني عدد من الدول العربية من مسألة وجود سلاح خارج عن السيطرة الكاملة للدولة أو عامل خارج سياق أنظمتها وهياكلها الرسمية وأطرها القانونية والدستورية، فمن ليبيا إلى الصومال ومن العراق إلى سوريا ومن السودان إلى اليمن ولبنان تبرز قضية الحركات والقوات والميليشيات، سمها كما شئت، التي تملك سلاحا خارجا عن سيطرة السلطة المركزية ويشكل تهديدا لها. الظروف قد تختلف من بلد إلى آخر مثلما أن الأسباب قد تتباين، لكن تبقى القضية مصدر قلق للناس وتهديدا مستمرا للأمن وللاستقرار إن وجد. الميليشيات المسلحة تظهر إما رغماً عن السلطة المركزية وإما بدعم منها، أو إذا حدث فراغ نتيجة ضعف أو انهيار السلطة المركزية. كذلك قد تظهر الميليشيات بسبب مشاعر الغبن والتهميش أو بسبب عوامل الخوف والاحتكاك الطائفي أو القبلي. الأمثلة كثيرة والأسباب متنوعة، من قوات البشمركة والحشد الشعبي في العراق إلى حركات دارفور في السودان، وقبلها الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي قاد الحرب في الجنوب منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى الانفصال عام 2011. اليمن نموذج آخر يحكي خطورة وجود سلاح خارج سيطرة الدولة والسلطة المركزية، فانتشار السلاح كان على الدوام مصدر ضعف وتهديد للسلطة المركزية، وكان من بين أسباب انحراف الأمور بعد أحداث الربيع العربي وما انتهت إليه من محاولة الحوثيين فرض سيطرتهم على زمام الأمور بدعم من إيران التي وجدتها فرصة لمحاولة مد نفوذها الإقليمي وتأجيج الصراع الدائر داخل هذا البلد وفي المنطقة. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت صورا قالت بأنها أفضل الصور الملتقطة في العام 2017، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.